نحييكم من مدينة غازي عنتاب التركية، المدينة التي تعتبر سادس أكبر مدينة في تركيا على الحدود السورية التركية، ونحن على بعد 50 كيلومتر فقط. اليوم إحنا بصدد إطلاق حملة حق الشام مع قطر الخيرية. الحملة هذه تهدف إلى مساعدة 250 ألف نازح نزحوا خلال الفترة الأخيرة، خلال فترة الثلاث أشهر الماضية، حيث تم نزوح أكثر من 900 ألف شخص، 50% منهم أطفال. ساعدونا وخلوكم اليوم معانا وكونوا جزء من الحملة هذه، جزاكم الله خير.